نعم، للإمارات دبلوماسية هادئة وأفق واسع وصدر رحب. نعم، لا ترد دولة الإمارات السيئة بالسيئة، لأنها بلد الكرام ولم ولن تكن في موقف ضعف. تسمع أصواتا ترتفع هنا وصراخا يتردد هناك، فترد بحلم وصبر لدولة السيادة، وإقامة علاقات مع إسرائيل قرار سيادي يعود إلى كل دولة ما دامت لا تنوب عن الفلسطينيين ولا تتحدث باسم أحد. وليس سرا أن الإمارات شعرت أن سياسة القطيعة والمقاطعة لم تحقق لا مصلحة الفلسطينيين ولا مصلحة العرب، ولهذا اختارت مقاربة تقوم على السلام لطرح المشكلات العالقة في مناخ مختلف. صحيح أن الإمارات أوقفت قرار الضم، لكنها تنبه الفلسطينيين، فإضاعة مزيد من الوقت قد يؤدي بالنتيجة إلى إضاعة مزيد من الأرض. أهلا بكم من الإمارات، رسالة سلامة. في مطلع يونيو الماضي حذرت دولة الإمارات من أي تحرك أحادي لضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وأن ذلك سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط وسيقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير. شهران فقط استغلتهما الإمارات للعمل بجد وصمت، فأنتج جهدها اختراقا في أخطر ملف كان يهدد حلم الدولة الفلسطينية من أساسه عبر وقف خطة الضم الإسرائيلية. يعد الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واحدا من أخطر الملفات التي يعيش الفلسطينيون آثارها بشكل مباشر، فمن مصادرة أراضي اللاجئين والمهجرين إلى فرض سياسة الأمر الواقع، ظهرت كتل استيطانية ضخمة تقدم ببطء منذ عقود آمال الدولة الفلسطينية المنشودة. ورغم الرفض العالمي لسياسة الاستيطان والعقوبات الأوروبية التي فرضت على منتجات المستوطنات، استمرت إسرائيل في ذات النهج. في العام 1967 لم يكن في الضفة والأغوار والقدس مستوطن واحد، أما اليوم فيوجد أكثر من 850 ألف مستوطن، نصفهم في القدس. وقد تضاعف الاستيطان بشكل ملحوظ بعد اتفاق أوسلو ليعززه الجدار الذي ضم 13% من أراضي الضفة الغربية. في عام 67 كانت القدس الشرقية يعيش فيها أكثر من 72 ألف فلسطيني، وعدد المستعمرين والمستعمرات صفر. يصل عدد المستعمرين اليوم إلى أكثر من 450 ألف مستعمر في داخل وفي محيط منطقة القدس. هذه السياسة لن تختلف عن سياسة ما جرى في منطقة الأغوار. منذ عام 48 إلى عام 67 كان عدد الفلسطينيين 360 ألف فلسطيني وعدد المستعمرات صفر، وبدأت منذ عام 67 باستمرار في عملية التهجير والترانسفير الجماعي. عدد المستعمرين اليوم أكثر من 10,000 مستعمر في هذه المنطقة. هذه الصورة بالأرقام والحقائق كيف يمكن أن نرى مستقبل الاستيطان في الضفة، الذي تخطط إسرائيل حتى عام 2025 يكون عدد المستعمرين في الضفة أكثر من مليون مستوطن. المستوطنات تسيطر على 60% من مساحة الضفة الغربية، وغالبيتها المناطق المصنفة جيم. بعض هذه المستوطنات تضم 100,000 مستوطن كمذيعين العليا غرب القدس، وبعضها مخططها الهيكلي بحجم تل أبيب كمعالي أدوميم شرق الضفة. وعلى طول الأغوار التي تشكل 30% من مساحة أراضي الضفة الخصبة والغنية بالثروة الحيوانية والمياه، استيطان طولي يضم 37 مستوطنة تتحكم اليوم ب 88% من تلك المنطقة، بينما ل 60,000 فلسطيني 10% فقط من المساحة. خط استيطاني آخر من جنين شمالا حتى الخليل جنوبا، وثلاثة مقاطع استيطانية ضخمة تقطع الضفة الغربية عرضيا. هذا الواقع هو ما كانت إسرائيل تنوي فرضه كشكل للحل ولحياة الفلسطينيين فيما يعرف بمخطط الضم، الذي سيقضي على حلم الفلسطينيين بأي سيادة أو دولة أو سيطرة على الأرض والموارد والمعابر، خطة أعلنت الإمارات النجاح في وقف تنفيذها. ما الذي سيترك للفلسطينيين في ما تبقى لهم؟ لا شيء.
سيبقى الفلسطينيين رهينا للاحتلال الإسرائيلي في كل شيء، في كل تفاصيل حياتهم، في ريهم، في زراعتهم، في آبار مياههم، في شربهم، في تجارتهم، في تنقلاتهم. فبالتالي سنصبح هنا إلى أكثر من قطاع غزة في داخل الضفة الغربية، ونستطيع أن نتخيل مثل هذا المشروع هو مشروع تهجير. لو مضت إسرائيل بخطة الضم لقضت على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة. من رام الله، شروق أسعد، تلفزيون دبي. أهلا بكم مشاهدينا في الإمارات، رسالة سلام. ونرحب بضيوفنا في هذه الحلقة من أبوظبي، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس تحرير بوابة العين الإخبارية، ومن إسلام أباد سعادة حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية باكستان الإسلامية، ومن واشنطن إيهاب عباس، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية والشرق الأوسط. واسمحوا لي ضيوفي أن أبدأ مع معالي الدكتور علي النعيمي. معاليك، يعني الكاتب الصحفي الأمريكي فريدمان قال في نيويورك تايمز إن اتفاق السلام المواقع بين الإمارات وإسرائيل سيمتد تأثيره إلى المنطقة بأكملها، وسيؤثر على كل اللاعبين الأساسيين فيها، فمثل ما وصفها الكاتب الأمريكي هو زلزال جيوسياسي. هل تتفق مع هذا التوصيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي محمد، أولا يعني أنا تشرفت بتأسيس ورئاسة تحرير بوابة العين الإخبارية، لكني تركتها من يعني بداية هذا العام، فهذا للعلم فقط. لما نأتي إلى ما ذكره الكاتب الأمريكي في صحيفة نيويورك تايمز، حقيقة هو زلزال باعتبار أن ما تم شيء غير مسبوق على المنطقة، شيء يخالف ما اعتاده الناس والأدوات والآليات والطرح السياسي اللي ألفته الأجيال اللي موجود في هاي المنطقة على مدى 70 عام. ولذلك ما قامت به الإمارات هو نوع من الصدمة. وهنا يعني أنا أقول الحقيقة بكل فخر إن القيادة الإماراتية دائما كانت عندها رؤية استشرافية، وكانت دائما تتطلع إلى السعي إلى الأفضل وصناعة مستقبل أفضل. وهنا أذكر الحقيقة بكلمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لما قال في أول قمة حكومية يخاطب الحكام العرب، قال لهم إما أن تتغيروا أو سيتم تغييركم. وكانت يعني طرح استباقي الجميع استنكره، ويعني لم وغضب من هذه الكلمة. نحن اليوم في نفس الموقف. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان حفظه الله أخذ قرار شجاع. طيب، قرار البعض لم يستوعبه، لكن بعد فترة أنا متأكد سيتم استيعابه. ما قامت به الإمارات تقييم لما تم على مدى 70 سنة، القضايا اللي واجهت، التحديات اللي واجهت القضية الفلسطينية والمنطقة العربية، منطق الحرب، منطق العداء، منطق التعامل برؤية أن هناك أزمة ويجب أن تبقى هذه الأزمة وأن نتعامل معها بنفس الآليات والأدوات اللي اعتدنا عليها. الإمارات، القيادة الإماراتية قيمت كل هذا ووجدت أن الحقيقة أن البعض يتحدث عن عملية سلام، لكن لا توجد عملية سلام حقيقية. الأبواب عملية سلام سدت ودخلت في طريق مسدود، ولهذا كان لابد من استخدام شيء جديد، طرح جديد، طرح يعيد بناء الجسور، يعيد النظر إلى المنطقة بأفق جديد. وهذا المنطق هو منطق السلام. نحن اعتدنا إن على أن منطق الحرب ومنطق الاستعداء ومنطق الأزمة إنه هي هذه أدواتنا، وهذه الأدوات اللي نحن نقدم خطاب لشبابنا وشاباتنا وللشارع العربي ونثيره فيها. لكن وجدنا هذه في النهاية نحن الخاسر، الفلسطينيين هم الأكثر من يخسر من هذا الخطاب. ولذلك وجدنا أن العالم تغير. نحن نعيش في القرن 21. المنطق الآن، المنطق اللي يفتح القلوب والعقول ويعيد الحقوق، هو منطق السلام ورسالة السلام. نعم معاليك، الآن الإمارات قيمت واتخذت قرارها، ما هو تأثير ذلك جيوسياسيا في المنطقة؟ شوف، القرار هذا هو مش قرار، هو الحقيقة مشروع للإمارات أولا ومشروع للمنطقة.
تأثير هذا تأثير كبير جدا، أولا على الإمارات. الإمارات باتخاذ هذه المبادرة يعني قامت بما يسمى إعادة تموضع. الآن الإمارات كقوة في الإقليمية ولها تقدير ومكانة على الساحة العالمية يختلف عما قبل المبادرة. نعم. العالم للعلم، العالم بكل وضوح نتحدث نحن، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله ينحفظه الله وجدت مباركة من جميع الدول العربية بدون استثناء عدا النظام القطري، وجدت مباركة من جميع الدول الإسلامية عدا النظام التركي والنظام الإيراني، وجدت مباركة من معظم القيادات الفاعلة في المجتمع الدولي. نحن نقول هذا بكل وضوح وبكل جرأة وبكل شجاعة. نحن نتوقع الآن أن هذه المبادرة آفاقها أولا الإمارات ستفتح لها آفاق في مختلف القطاعات. نحن لا نبحث عن مكاسب سياسية ولا نبحث عن مكاسب اقتصادية فقط، لا، نحن نبحث عن صناعة مستقبل في أمن واستقرار ورفاهية وازدهار لكل المنطقة. والإمارات هي النموذج اللي نستطيع نقول للشباب العربي كله والشباب الإسرائيلي هذا النموذج اللي يريد أن يتكرر وأن يؤخذ في المنطقة. معالي، سأعود إليك للحديث بشكل تفصيلي أكثر عن مثل هذه المكاسب. دعني أنتقل إلى سعادة السفير حمد الزعابي. سعادتك، كما أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ومبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي يوسي كوهين، هل يمكن اعتبار معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية مبادرة سلام فلسطيني إسرائيلي؟ مساء الخير أخ محمد، ومساء الخير لضيوفك الكرام. بداية أعتقد أن المسؤولية اليوم تقع على الإسرائيليين والفلسطينيين الوصول إلى اتفاق مناسب حسب تصورهم وأولوياتهم، هذا في المقام الأول. في المقام الثاني أعتقد أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية وفرت فرصة سانحة وأرضية أكثر خصوبة عن الماضي في بناء سلام دائم وشامل في المنطقة، وهذا الإنجاز التاريخي اللي تحقق من خلال المعاهدة أعتقد أنه راح يخلق فرصة جديدة في المنطقة، راح تتوفر فيها فرص كثيرة لتحقيق التعايش السلمي في المنطقة. في المقام الثالث أتصور أن القطيعة على مر السنوات الماضية أثبتت فشلها وعدم وجود قنوات تواصل، قنوات اتصال بين الجانب العربي وإسرائيل، عمق القضية وعمق المشكلة وعمق التباعد الكبير اللي صار في السنوات الماضية. نعم سعادتك، ما الذي قد يتطلبه تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي؟ أعتقد أن الإرادة عندما توفرت الإرادة السياسية والأرضية الخصبة لخلق سلام شامل ودائم في المنطقة، هذا هو الهدف أو الأساس لبناء علاقات مبنية على الثقة والاحترام وقبول الآخر. نعم واضح سعادتك. أنتقل إلى الأستاذ إيهاب عباس من واشنطن. أستاذ إيهاب، نحن طبعا لسنا بصدد تقييم عمل أي حكومة أو سلطة، لكن نطرح سؤال حول الأدوات التي يمكن أن تستغلها رام الله لمباشرة السلام، خصوصا في ظل التأييد الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني. أهلا بحضرتك أستاذ محمد، وأهلا بكل ضيوفك الكرام وبالمشاهدين أينما كانوا. في الواقع يعني نحن الآن أمام مفرق طرق كبير ومهم جدا، وهذا المفرق جاء فرصا عديدة قبل ذلك في سنوات أخرى عندما تم توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل وبعض الدول العربية، وفي كل مرة كان دائما الجانب الفلسطيني لا يكون حاضرا وهو الجانب الأهم في هذا الموضوع، وفي هذه المرة أيضا يبدو أن الفلسطينيين قرروا ألا يكونوا حضورا في هذا المفرق المهم، وربما يقررون الاتجاه المعاكس، وهذا أمر يثير الدهشة. أوضح فقط نقطة للمشاهد العربي بأن القرار 242 الذي صدر في عام 1967
لم يكن قرارا ملزما للجانب الإسرائيلي. أقول هذا بكل أسف، لأنه بني على المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة وليس المادة السابعة. لو كان مبني على المادة السابعة لكان ملزما لإسرائيل أن تعيد كافة الأراضي، بالإضافة لأخطاء في الترجمة أدت إلى ما حدث منذ ذلك الحين إلى الآن فيما يتعلق بهذا القرار. طيب، الآن نحن أمام مفترق طرق جديد، يتوجب على القيادة الفلسطينية أن تكون واضحة ومحددة، وللأسف هي اختارت الطريق، يعني هذا ما أشاهده من الأخبار حتى الآن، أنها يعني اختارت أن تلعب دور الممانعة وتتهم بعض الدول بأنها اتجهت في الاتجاه الخاطئ، ولا تريد فيما يبدو القيادة في رام الله أو في حماس أو أيا كان الوضع الفلسطيني الداخلي الآن، لا يريدون فيما يبدو السلام. طيب، اعطوا فرصة للسلام، لماذا لا تجربون طريقا جديدة بدلا من الحرب وإراقة الدماء والمساعدة على أن تكون إسرائيل أيضا هي يعني مريقة للدماء وللحرب؟ لماذا لا يكون هناك فرصة لمثل هذه البوابة الكبيرة التي فتحت أن تدخلوا وتتقدموا فيها بأرجلكم، ربما تشاهدوا ما يعجبكم، ربما تكون هذه هي القاعدة التي يبنى عليها الكثير من إعادة الحقوق للجانب الفلسطيني، ومن ثم يعلم الفلسطينيون أن هذا الاتفاق لا يقوم، الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لا يقوم على الأسس الثابتة للقضية الفلسطينية، وإنما هو يقوم لإعطاء زخم وفرصة لكل ما هو توفي خلال الفترة الماضية من محادثات سلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني كي يبنى عليه من جديد وتكون نقطة انطلاق جديدة. هذه علامة استفهام كبيرة يجب أن يتنبه إليها القيادة الفلسطينية. نعم. وإلا سيكون هناك مفترق طرق جديد خلال الفترة القادمة مع دولة عربية أخرى تضيع فيه القيادة الفلسطينية. نعم، معالي الدكتور علي، إذا تسمح لي أن أسألك، ما الذي تجنيه الإمارات من معاهدة السلام هذه؟ ما هي المكاسب الحقيقية التي قد تتحقق الإمارات من هكذا معاهدة تاريخية أو مشروع سلام كما وصفته؟ أخ محمد، أولا نحن في الإمارات يعني لدينا رؤية، الرؤية إن بناء الدولة يقوم على قيم، بناء على هذه القيم تحققت إنجازات في مجالات متعددة، من أبرز هذه القيم قيم التعايش، قيم الإيمان بالتنوع، قيم احترام الآخر، قيم أني أنا أريد السلام لنفسي وأريد للآخرين أيضا كما أريد لنفسي. ولذلك خطابنا نحن لما ننطلق من أن نحن خطابنا سلام، نفتح آفاق للإمارات للعالم كله في مختلف المجالات. نحن الآن تمكننا من تحقيق إنجازات وتكوين نموذج تنموي غير مسبوق في المنطقة كلها. نحن الآن العالم ينظر لنا ويشهد لنا بحقيقة هذا الإنجاز، نريد أن يتواصل هذا الإنجاز، ولن يتحقق إذا ظلت البيئة الحاضنة لنا منطقتنا تعيش الاضطراب والحروب والأزمات. ولهذا مبادرة معاهدة السلام مع إسرائيل تكسر حواجز كثيرة وتبني جسور. هذه الجسور تقوم على إيش؟ تقوم على إقرار الحقوق المشتركة، على الاحترام المتبادل، على العمل سويا من أجل أن يتحقق الأمن والاستقرار والازدهار للجميع ومن ضمنهم الشعب الفلسطيني. مردود المعاهدة على الإمارات لا يمكن حصره لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا ثقافيا ولا استراتيجيا، لأن متعدد ومتنوع. أكبرها أن الإمارات دولة بقيادتها وبشعبها قادرة على أن تكسر الحواجز، على أن تنطلق للمستقبل بأريحية، على أن تستشرف هذا المستقبل الذي يجمع ولا يفرق، وعلى أن تكون تحمل رسالة سلام للمنطقة وللعالم كله. ولهذا التجاوب الإماراتي الحقيقة تجاوب شعبي، لما يتأمل إنسان يفرح، يقول هذه الثمار اللي زرعها الشيخ زايد الوالد المؤسس رحمه الله تعالى من القيم الإنسانية أثمرت اليوم. أخ محمد، أنا من الأشياء اللي بعد ما طلعت وتحدثت، هؤلاء الذين يعني يثيرون خطاب الكراهية ويعيشون على الصراعات وعلى تمزيق الأمة، نشروا شيء أن الإمارات بدأت تغير الخطاب الديني لإرضاء الإسرائيليين. لا، نحن من زمان قدمنا الخطاب الديني النابع من الإسلام الصحيح، من إسلام الرحمة، إسلام السلام، وقدمناه إيمانا بأن هذا الخطاب
هو اللي يعبر عن الإسلام الحقيقي. نحن لا نجامل الآخرين على حساب قيمنا وديننا. خطابنا الديني القائم على التسامح وعلى قيم التعايش خطاب نابع من إيماننا بديننا نفخر به، ليس مجامل الآخرين. نحن عندما نحترم الآخر، عندما نعترف للآخر بخصوصيته، عندما نؤمن بأن التعايش هو المنطلق للجميع وأساس للجميع وحق للجميع، هنا نبني أسس استدامة لدولة طيب تملك مقومات العبور للمستقبل بثبات، وأن تكون دولة فاعلة في المنطقة وفي العالم. جميل جدا. سعادة السفير، ما هي أبرز أشكال الدعم الإماراتي للشعب الفلسطيني، سواء كان دعم دبلوماسي بجهود فريق الإمارات الدبلوماسي وأنت ركن في هذا الفريق، أو عن طريق المبادرات السياسية والإنسانية إن كانت بشكل مباشر أو عن طريق المنظمات الدولية مثل الأونروا وغيرها؟ هل برأيك ستتغير هذه المساعدات بعد معاهدة السلام؟ أخ محمد، أعتقد أن يجب التركيز على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى سياسيا، دولة الإمارات العربية المتحدة مواقفها ثابتة وراسخة. هذه المواقف الثابتة وراسخة ترتكز على دعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في المنطقة، ومن خلال المواثيق الدولية، من خلال المنظمات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. هذا على المستوى السياسي. على المستوى الإنساني، أعتقد أن الثبات موقف الإمارات الدائم وموقفها الراسخ وهو ركيزة أساسية من ضمن سياسة دولة الإمارات الخارجية، هو تقديم العون والمساعدة إلى الأخوة والأشقاء في حول العالم، وبالتحديد إذا تكلمنا عن فلسطين، أعتقد أن خلال السنوات الست الماضية قدمت دولة الإمارات ما يقارب 216 مليون دولار. نعم. مساهمة رئيسية ضمن وكالة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين الأونروا، وهذا تأكيد على التزام دولة الإمارات العربية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني. كذلك من المهم الإشارة إلى أن الإمارات اليوم تشغل منصب نائب رئيس المكتب الإقليمي للوكالة وكالة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين في عمان. كذلك العام القادم إن شاء الله راح ترأس المكتب أو اللجنة الاستشارية في المجلس. كذلك من المهم التركيز على الدعم الإنساني والخيري والتنموي اللي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب الفلسطيني منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وهذا التزام في سياسة دولة الإمارات والتزام كبير نقدمه للشعب الفلسطيني للتخفيف من الوضع الإنساني اللي يعيشون السنوات الماضية. جميل جدا. أستاذ إيهاب، هل تحولت القضية الفلسطينية إلى قضية شرق أوسطية، بتنا جميعا في هذه المنطقة أطراف فيها بشكل مباشر، أي أن التعامل معها لا يأتي من باب التضامن بقدر ما يأتي في سياق التعامل مع أمر يقع في صميم أزمتنا؟ يعني ملف السلام العربي الإسرائيلي برمته منذ بدأت كل المشكلات المتعلقة به في الواقع هو ملف شرق أوسطي بامتياز، وربما أيضا تتأثر به بعض الدول غير الشرق الأوسطية المتاخمة لدول الشرق الأوسط، ولكن بمرور الوقت ظهرت بعض الحلول الفردية مع بعض الدول العربية أو الشرق أوسطية. هناك اتفاقيات سلام وقعت، هناك اتفاقيات تبادل تجاري مع الجانب الإسرائيلي في بعض الحالات، هناك محاولات لكل من هم محبون للسلام لتحقيق السلام، وبالتالي كما قال الدكتور النعيمي إن المنطقة تريد أن تحيا بسلام، تريد أن يكون هناك استثمارات تبني لأجيالنا القادمة. أنا شخصيا يعني أخاف على أبنائي عندما أتركهم في منطقة تكون كلها كل الهم فيها متعلق بالدمار وبالحرب وبإراقة الدماء وبالبكائيات التي لا أمل منها. لماذا لا توجد هناك طرق جديدة للحل؟ ما تقوم به الإمارات اليوم هي طريقة جديدة للحل، وأخشى ما أخشى أن يفوتها الفلسطينيون مرة أخرى على أنفسهم. يجب أن يكون هناك وضع صحي في الجانب الفلسطيني يغير من التفكير ويستطيع من خلاله أن يبني جسور للتعاون مع دول العربية
المحبة للسلام المؤيدة للقضية الفلسطينية ووضعها بكافة معطياتها أمام الطاولة في حوار بناء مع الجانب الإسرائيلي من خلاله يتم تحقيق كل المطالب الفلسطينية مع الوضع في الاعتبار أيضا المطالب الإسرائيلية. ويجب أن نكون واضحين مع أنفسنا، هناك شعبان يعيشان في هذه المنطقة، لن يكون هناك حل لشعب بناء يعني على حساب شعب آخر، يجب أن يكون الشعبان في هذه المنطقة متحدين وتكون العلاقة بينهما قائمة على تحقيق مستقبل أفضل للأبناء وانطلاق بالمنطقة تكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وترفيهيا وفي كافة المجالات. لماذا لا نفكر سوى في اتجاه واحد فقط، هو اتجاه الحرب والدمار وعدم التوافق والتمسك بأمور لم نأتي منها حتى الآن بسنتيمتر واحد من الأرض؟ هذا ما أقول. جميل جدا. ضيوفي الأعزاء مشاهدينا الكرام، أرجو أن تبقوا معنا، فاصل قصير ونعود إليكم برسالة السلام من الإمارات. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين التزام المملكة بالسلام خيارا استراتيجيا واستناده على مبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مشددا أن أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية تقوض حل الدولتين. نواصل الحوار مع ضيوفنا في الإمارات. رسالة سلام، وأعود لمعالي الدكتور علي النعيمي. معاليك السعودية الشقيقة الكبرى ونحن معها في تحالف استراتيجي في اليمن وتطابق في المواقف السياسية، وأقل ما يمكن أن نقوله عن بيان موقف السعودية هو الاحترام الكامل للقرار السيادي الإماراتي، فما بال بعض الكيانات والأحزاب هنا وهناك تزبد وترعد محاولة خطف أضواء خافتة. بسم الله الرحمن. أولا أنا ذكرت الحقيقة أن هذه المبادرة تم إطلاع الأصدقاء والأشقاء عليها ووجد الدعم ومباركة، لكن كل دولة لها حساباتها الخاصة. أحيانا المملكة العربية السعودية هناك تناغم وتنسيق تام في الأدوار في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، ولذلك أحيانا الوضع يتطلب مواقف معينة. نحن الإمارات تنسق تنسيق تام مع المملكة العربية السعودية، مع جمهورية مصر العربية، مع مملكة البحرين، مع المملكة الأردنية الهاشمية، مع آخرين الحقيقة. ومثل هذا الموضوع لا يمكن الإمارات يعني تدرك المنطقة، تفهم أبعادها، تفهم أيضا الدوائر الجيوسياسية اللي موجودة والعمق الاستراتيجي للإمارات خليجيا وعربيا وإسلاميا، ولهذا تم التنسيق مع كل هذه الدول. القضية الآن قضية من يتاجر بهذه القضية وبالذات السلطة الفلسطينية. نعم. السلطة الفلسطينية الحقيقة يعني سكتت دهرا ونطقت كفرا، صمتت دهرا ونطقت كفرا. كيف ذلك الآن؟ كيف ذلك الآن؟ من أعلنت كانت ساكتة وتترقب الآخرين يقومون بأدوار. لما قامت المبادرة الإمارات بهذه المبادرة نجد أنها بدأت تحرك إعلامي وبدأت تقدم خطاب عدائي الحقيقة، مش ضد إسرائيل، ضد الإمارات وضد كل من يقوم بمبادرة للسلام. وجيشت الحقيقة من؟ جيشت الجماعات الإرهابية وجماعات الإخوان الإرهابية، وبدأت الحقيقة تطالب الآخرين. يعني الآن في مظاهرات صارت في الضفة لأتباع جماعة حماس الإرهابية بإعاز من السلطة. الآن يطالبون يعني في تجمعات العرب والمسلمين في الغرب بأنهم ينظموا مظاهرات ضد سفارات الإمارات في كل يعني في كل فرصة. هذا التجيش هذا لمن؟ طيب يخدم من؟ هل يخدم القضية الفلسطينية؟ الأشياء اللي طلعوها تتعلق ب حرق العلم الإماراتي، حرق صور قادتنا، أناشيد ويعني إساءات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، للخليجيين والشعوب الخليجية.
هل هذه تخدم الشعب الفلسطيني أم تستعدي شعوب الخليج ضد القضية الفلسطينية؟ ولهذا الحقيقة التخبط اللي تعيشه قيادة السلطة الآن يدل حقيقة على أنها لا تملك رؤية وليس لها منهجية في التعاطي مع القضية الفلسطينية بواقعية، وليس لديها مشروع، إنما هي تتاجر بهذه القضية. نحن عندنا كل الثقة أن مشروع السلام هذا الذي انطلق، معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، ستفتح آفاق ليس للإمارات وإسرائيل وإنما لكل المنطقة. طيب، لأن العقلاء في المنطقة سيتحركون ولن يتركوا صوت أو مجال للغوغاء وللمتربصين وللحاقدين، طيب، لاستمرار التضحية بالشباب العربي في أزمات لا نهاية لها. أنتقل بالسؤال إلى سعادة السفير حمد الزعابي، سعادتك هل بدأت ترتسم ملامح التحول الاستراتيجي الإيجابي للعرب بعد معاهدة السلام كما أكد الدكتور أنور قرقاش؟ أعتقد أخي محمد أن الإمارات رسمت واقعية في من خلال معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية. كذلك الإمارات اللي دائما سياستها ترتكز على سياسة الحوار ومبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول، أعتقد أن اليوم الفرصة سانحة لخلق جسر جديد من خلال هذه المعاهدة، من خلال التواصل، من خلال حث الأطراف على الدفع من جديد لشرق أوسط أكثر أمانا، شرق أوسط أكثر تعاونا، مثل ما تفضل أستاذنا الدكتور علي، أن اليوم المبادئ اللي نحن نتسم فيها في دولة الإمارات اللي هي التعايش السلمي، قبول الآخر، ند خطابات الكراهية والعنف ومكافحة الإرهاب، هاي كلها تصب في هذا الاتجاه. لذلك أتصور أن هناك تحولات كبيرة راح تشهدها المنطقة من بعد المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية. نعم. ودائما نحن نسعى للأفضل لأجيال أجيالنا في المستقبل. نعم أستاذ إيهاب، هل يمكن أن تفتح معاهدة السلام آفاق جديدة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن خصوصية لدولتي الإمارات وإسرائيل في استقرار الشرق الأوسط وجعله مكان أكثر أمنا؟ أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية يعني لن يكونا في مثل هذه اتفاقية إلا إذا كان للإمارات العربية المتحدة دور كبير وبارز ومؤثر في الشرق الأوسط وفي قضية ملتهبة مثل القضية الفلسطينية. فهذا بكل تأكيد يدل على أن هناك ثقة من الجانب الأمريكي، ومتمثلة هذه الثقة في البيت الأبيض أي الرئاسة الأمريكية، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة أن تبرم اتفاق سلام واضح وصريح مع الجانب الإسرائيلي، يكون هو أساس لاتفاقات سلام مقبلة ولتنمية جديدة في المنطقة. هذا الأمر أيضا بالنسبة للإسرائيليين، يعني البيت الأبيض ينظر لإسرائيل على أنها الحليف الكبير والمهم والاستراتيجي له في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي عندما يجلس حليفان كبيران للولايات المتحدة وهما دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل مع الرئيس الأمريكي لتوقيع مثل هذا الاتفاق، أعتقد أنه اتفاق قوي ويدعم فرص سلام حقيقي في منطقة الشرق الأوسط. وأتمنى أنه إذا ما تم تغيير القيادة الأمريكية خلال الفترة القادمة وأتى الديمقراطي جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة، أن تسير الأمور في نصابها الذي سيتركه الرئيس دونالد ترامب. دكتور علي، هل تعني معاهدة السلام أن هناك تطابق في وجهات النظر بين البلدين إزاء كل القضايا، أم أن السلام لا يعني بالضرورة التطابق، مثل أن الاختلاف في وجهات النظر لا يعني القطيعة؟ شوف أخي محمد، أولا نحن لما نتحدث عن معاهدة السلام نقصد معاهدة سلام شاملة، معاهدة سلام لا تقتصر على الجانب السياسي. الملفات السياسية متعددة، والملفات السياسية قد يكون بيننا وبينهم في بعضها توافق، وبيننا وبينهم في بعضها اختلاف، لكن لا يجب أن نحن نجعل الاختلاف في بعض الملفات السياسية عائق وعقبة أمام الملفات الأخرى. ولهذا مهم جدا أن ندرك شيء، أن نضع الملف السياسي في سياق الطبيعي. أنت دائما حتى لو جئت للأسرة الواحدة
وطرحت قضية سياسية ستجد هناك تعدد في وجهات النظر. نحن اللي نطرح الآن أن في قضايا سياسية عندنا وجهة نظر مختلفة مع الإسرائيليين، لكن نجلس نناقشها نتحاور فيها، وعندما يكون الحوار مبني على أسس من الثقة والاحترام والإيمان بالمصالح المشتركة، الطرف الآخر سيستمع لك بأذن مختلفة، ستتمكن من أنك تكتسب يعني مصداقية لديهم. أنا أقول لك أخ محمد، منذ إعلان الخبر عن المعاهدة أنا طلعت على عدة قنوات إسرائيلية، وجدت تجاوب حقيقي في الإنصات لي وفي القضايا التي أطرحها، وجدت أن هؤلاء فئة كبيرة منهم أعطتنا عقولهم وقلوبهم، مثل ما صار التجاوب مع مقال معالي السفير يوسف العتيبي لما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، كان له صدى طيب، كان من الأسس اللي أدت إلى تقبل هذه المبادرة، مبادرة معاهدة السلام، وإلى وفق وضم معاليك. هذا هو القرار الأبرز. صحيح. لا أنا الآن خلني أضعها في إطارنا نحن كإمارات. أنا أقول لما نجلس مع الإسرائيليين ونتحاور معهم ونأخذ ونعطي، سنبني جسور ستؤدي إلى نتائج مختلفة من أن لو جلسنا مختلفين متفرقين، هم يسمعون عنا من الآخرين ونحن نسمع عنهم من الآخرين. جلوسنا معهم سيبني جسور من الثقة والاحترام، وأيضا من إيمان أن نحن لا نريد مصالحنا فقط، نريد المصالح المشتركة بيننا، نريد كما نريد لنا نحن الاستقرار والازدهار، نريد أيضا لهم الأمن والاستقرار والازدهار، وهذا ما نريد أيضا للشعب معاليك. ولكن هل هذه الجسور على حساب الفلسطينيين؟ لا أبدا، هذه الجسور هي التي ستخدم الفلسطينيين وستفتح آفاق للفلسطينيين. ولذلك الآن لما نأتي إن قرار وقف الضم كان نتيجة لهذا الجسر، جسر من الثقة اللي تم بناء بين الإمارات وبين إسرائيل. قرار فتح موضوع الصلاة في الأقصى لكل المسلمين، طيب هذا نتيجة جسر الثقة، طيب وأن هذا لن يتم توظيفه توظيف سياسي. نحن الآن نريد نبني هذه الجسور، لما نجلس مع بعض ونتحاور ويدرك الإسرائيلي أن نحن لا نريد إقصاءه، لا نريد تدميره، بل نريد حقوق الشعب الفلسطيني، نريد الأمن والاستقرار والرفاه والازدهار للفلسطيني وللإسرائيلي وللمنطقة كلها. نعم. عند ذلك سنتمكن من تحقيق اختراق في العملية السياسية. واضح معاليك. سعادة السفير، هل تتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول أن الإمارات وإسرائيل ستصنعان التاريخ عبر التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا، البيئة، الصحة ومجالات استثمارية أخرى، وكيف يتم ذلك؟ الإمارات وإسرائيل أخ محمد يزخران بإمكانيات هائلة ونموذجين يعبرون عن واقع مهم في المنطقة، الاستثمار في الإنسان، الاستثمار في التعليم، بناء اقتصاد متنوع. أعتقد كل هذه القناعات اللي تربط الإمارات بإسرائيل كفكر في نظر للمستقبل جدا مهمة ممكن البناء عليها. إنجاز تاريخي، نعم إنجاز تاريخي، لأنه راح يصنع المستقبل بطريقة تمكن الشباب والأجيال، الأجيال المستقبل، أن تنظر إلى المستقبل بنظرة إيجابية ونظرة تفاؤل. هناك عدة مجالات للتعاون، البحث العلمي، التعليم، القطاع الصحي، البيئة، الدفاع، كل القطاعات المهمة اللي من المهم التركيز عليها، وأبرزها يكاد يكون الذكاء الاصطناعي اللي هو مستقبل المنطقة. لذلك أعتقد أن وأكد أن إنجاز تاريخي من المهم أن نبني عليه ونستثمره بالشكل الصحيح اللي يخدم بلدينا ويخدم المنطقة بشكل. نعم أستاذ إيهاب، يعني سعادة السفير مرة على ما يخص التعاون في الدفاع والأمن، برأيك بعد مرحلة بناء الثقة بين الإمارات وإسرائيل، هل ستتعزز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة خصوصا في مجالي الأمن والدفاع؟ يعني أعتقد أن مجالي الأمن والدفاع بالنسبة للولايات المتحدة والإمارات ليس مؤسسا على أمن ودفاع إسرائيل. العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة هي تسير في إطار علاقات خاصة قوية كحليف استراتيجي قوي للولايات المتحدة في المنطقة،
تحرص دائما الولايات المتحدة الأمريكية أن تنعم الإمارات بالأمن والأمان وأن تكون لديها كافة الطرق الدفاعية والهجومية لحماية أراضيها ومنع الاعتداء عليها، وبالتالي هذه جزئية يعني لا تبنى على أمن ودفاع إسرائيل بمفردها. ولكن في نفس الإطار الأمن والقدرات العسكرية والاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة من الممكن أن تتعزز بجوانب أخرى إذا ما وصلنا جميعا في المنطقة لسلام شامل وعادل، بمعنى أن هناك إذا كانت هناك قوة إقليمية شريرة وتحارب السلام ولا تريد الاستقرار للدول، فمن الممكن أن نشاهد في يوم من الأيام تعاون عسكري استراتيجي بين إسرائيل والإمارات ومصر والسعودية. ما الذي يمنع ذلك للتصدي لهذه القوى الشريرة؟ هل معنى كلامك أستاذ إيهاب أننا أمام مقاربة أمريكية جديدة في المنطقة؟ بالفعل، وأعتقد هذه المقاربة يعني هي وجهة نظر للإدارة الأمريكية الحالية، لذلك عبرت عن مخاوفي إذا ما جاء الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض أن يقوم بتغيير كل هذه السياسات ويعيد الموضوع إلى سابق عهده، وأعتقد أن هناك جهات تسعى لذلك وتريد أن يتحقق ذلك حتى نعود إلى دوائر مفرغة لا أمل منها إلا في زيادة الدم وإراقة الدماء وطبعا الحروب وعدم الوصول لحل لهذه القضية. ودعني أطلق على شيء آخر أستاذ محمد، أن معظم الفلسطينيين الذين أتعامل معهم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية سئموا وملوا من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويرغبون في الوصول إلى حل نهائي ليس على حساب القضية الفلسطينية ولكن حل منطقي يحقق السلام للجميع، وينظرون إلى الأجيال المقبلة. يعني هم يقولون نحن أجيالنا انتهت ويعني لم تحقق أي شيء على أرض الواقع، بل خسرنا المزيد من الأراضي وخسرنا المزيد من التعاطف. فلنتجه باتجاه جديد كما يقول. واضح أستاذ إيهاب. معالي دكتور علي النعيمي، هل تعتبر أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية هي خارطة الطريق لفك عقد كثير من الأزمات في المنطقة، وخاصة أنها منطقة تمر بمرحلة حرجة وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية جسيمة؟ أنا أعتقد معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية هي جسر عبور المنطقة كلها إلى مستقبل أفضل، هي الجسر الوحيد اللي ممكن يوصلنا إلى استقرار وازدهار للجميع في المنطقة. وأعتقد أن هذا يعني يسمى إنجاز تاريخي، لكن أنا أعتقد بالنسبة لنا في الإمارات وللعرب هو خيار استراتيجي يجب أن نوظف التوظيف الصحيح وأن لا نتردد في اقتناص الفرص التي سيتيحها لنا هذا الاتفاق. نعم، واضح معاليك. مشاهدينا، في ختام هذه الحلقة وباسمكم جميعا نشكر ضيوفنا معالي الدكتور علي النعيمي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وأيضا سعادة حمد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى باكستان، والأستاذ إيهاب فارس من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي. تقبلوا تحياتنا ولكم من الإمارات السلامة.